إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شاب قناة شوف تي في، كنتواجد معكم في المكان اللي توجدت فيه يعني قبل لحظات جثة ديال شخص 40 متابعينا الكرام يعني متحللا مثلا، وتم النقد ديالها لمستودع الأموات متابعينا الكرام. فطبعا يعني أحد الأشخاص ولا أحد الساكنين متابعينا الكرام يعني في الصباح الباكر يعني كان مر من هنا ولقى يعني واحد الجثة ديال واحد الشخص متحلل يعني في هذا المكان هذا، يعني كان متكئ في هذا المكان هذا لحدود ساعة متابعينا الكرام، يعني رغم انه جاو رجال الشرطة، جاو يعني رجال الشرطة التقنية والعلمية، كذلك يعني جا القاعدة الملحقة، جا يعني عون السلطة، كانوا هنا عناصر جميع العناصر متوفرة هنا متابعينا الكرام، الا ان لحدود هذه اللحظة متابعينا الكرام يعني لحدود هذا البث المباشر يعني كما قلت يعني اقل من 5 دقائق على نقل الجثة متابعينا الكرام يعني مستودع الاموات، فالجثة تلقات هنا في هذه البلاصة متابعينا الكرام، يعني كما كتشوفوا يعني مكان خالع، تجزئة الوقاية هي حتى التجزئة اللي هي كبيرة متابعينا الكرام، كما كتشوفوا هذا المكان خالع، ديار هاهما بعادين عليهم، وجه هذه البلاصة هذه يعني صعيب انك تشوفها، خصوصا ان يعني واخا تكون بعيد غيقول المعقل يعني الناس غير بنادم شي واحد جالس. فاحد الاشخاص يعني كان مر من هنا، يعني كان طالع من هنا ساكن يعني في هذه الجهه، يعني حاولنا اننا نتواصلوا معه ولكن لقيناه يعني في العمل ما كاينش. فاحد الاشخاص يعني هو اللي كان داز من هنا وشم يعني الريحه، فاش قرب يعني لقى واحد الشخص 40 متابعينا الكرام يعني على حساب التصريحات اللي عطاونا يعني الناس يعني اللي كانوا حاضرين. فهاد البلاصه هذه متابعينا الكرام يعني كما كتشوفوا يعني حاليا يعني المكان ديال التحليل جوت يعني باقي باين، عزكم الله يعني الجثة تحللت، لان يعني كاين ما بغيت نقرب الصوره اكثر، المكان يعني عامر بالرائحه كريهه، وكذلك يعني بالدود يعني باش تعرفوا بان يعني الجثة بدات كتحلل، الناس يعني باغا تعرف ولا المواطنين ولا الساكنين يعني بغينا نعرفوا اسباب ديال هاد الجريمه. فكما قلت يعني الحدود الساعه لا الهويه ديال الشخص ولا اسباب الوفاه يعني باقا ما تعرفت شي، يعني اللي يعطي التقرير ديال الوفاه هو يعني طبيب ديال التشريح، لان يعني كما قلت فالشخص ما جبروش معاه يعني حتى شي وثيقه كتدل على الهويه ديالو، يعني شخص مفقود الهويه مجهول الهويه كما كنقولوا، لان ما تبينش يعني معاه شي اوراق، القواه ممدود هنا، وكما يعني تابعت معنا في المباشر اللي قبل من هذا متابعينا الكرام يعني اللحظه ديال الوصول يعني رجال الشرطه العلميه، كذلك يعني سيارات نقل الاموات، كذلك يعني سيارات اسعاف، ورجال يعني الوقايه المدنيه دخلوا نعين المكان ونقلوا الجثه متابعينا الكرام. فهذه الجثه يعني كما قلت فهي جثه متحلله لشخص 40 تلقى في هذا المكان. هذا المكان يعني هو عباره عن تجزئه الوقايه كما كتشوفوا معنا يعني المشهد، يعني المكان يعني خلاء، يعني واحد المكان اللي هو خالي من الناس المساكنه، والديور يعني اللي قراب عليهم هما هذوك يعني تم وليهم يعني ما كاينين شي، يعني الديور اللي قراب عليهم. فهذا الشخص هذا يعني ما عرفتش شحال المده هو يعني وتوفى، واش جريمه ولا وفاه عاديه؟ فلحدود الساعه متابعينا الكرام يعني لم نتوصل باي معلومه، لان كما قلت يعني حتى رجال السلطه ما قدروش انهم يتوصلوا شي معلومه حتى يتم التشريح ديال الجثه حتى توصل يعني الطب الشرعي الاسباب هذه الوفاه متابعينا الكرام. صراحه المكان هو عباره عن خلاء، والمكان يعني صراحه يعني ما تقدرش انك تبقى واقف فيه بعد المده، لان واحد الرائحه اللي هي كريهه جدا، كما كتشوفوا يعني الانسان الا كان هنا واقف فمن الصعيب صعيب انك يعني تشوف هذا الشخص هذا، لان كما كتشوفوا هذه الحجره كبيره مغطيه عليه، يعني مغطيه غطات على الجثه، يعني كما كانش يعني ديك السيد داز من هذه البلاصه يعني طلع باش يدوز للدار ديالو، فما كانش غادي يلقاها، كانت غتبقى يعني ايام هنايا، لان حتى شي واحد ما كيقرب هنا، يعني منطقه خلاء. هانتوما كتابعونا على المباشر، منطقه خلاء متابعينا الكرام. فطبعا يعني في مدينه تطوان يعني تم العثور يعني اليوم الثاني من عيد الاضحى على جثه شخص متفاحمه، اليوم كذلك يعني كيتم العثور على جثه شخص متابعينا الكرام، يعني جثه شخص متحلله هنا في هذا المكان هذا، وهذا هو المكان متابعينا الكرام، يعني واحد الصخور يعني هو تلقى يعني بين الصخور ديك الكرتونه يعني تما كان جالس عليها، وتما كتشوفوا يعني ديك الكرتونه بيدها تحلت، وحتى هو تحلل يعني ديك الماده، يعني صراحه يعني الله يكون في العون، يعني كما كنقولوا يعني الانسان غادي ياكل الدود، فالدود بزاف يعني في هذه البلاصه هذه متابعينا الكرام، ما نقدرش نقرب لكم يعني عزكم الله. ف
هذا المكان هذا بالضبط متابعينا الكرام، يعني هذا المكان هذا تجزئة الوقاية كما كتشوفوا، تلقات جثة رجل أربعيني متحللة في هذه البلاصة هذه. كما قلت يعني قبل 10 ديال الدقائق كان هنا يعني رجال الشرطة، وكذلك يعني الشرطة العلمية والتقنية، وكذلك يعني رجال الوقاية المدنية، وكذلك يعني قائد الملحقة، وكذلك أعوان السلطة، يعني حضروا معي المكان متابعينا الكرام باش يعرفوا ويستقيوا يعني أسباب هذه وفاة هذا الشخص هذا متابعينا الكرام، لحدود الساعة يعني حدود اللحظة اللي كانت تحدث معكم متابعينا الكرام، يعني ما زالت أسباب الوفاة مجهولة. شوف البلاصة يعني اللي كان متكئ فيها أنا هو شوية شوية، يعني هذه هي البلاصة، كان الرسول تحت هذه الحجرة، يعني هذه البلاصة هنايا كانت الرسول تحت الحجرة وكان متكي تما، يعني كما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام، يعني 100% يعني هذا هو الحذاء ديالو كما كتشوفوا معنا، يعني هذا 100% هو الحذاء ديالو، الحذاء اللي كان به. وكما قلت يعني فالشخص هذا 100% يعني الحذاء ديالو، كما قلت يعني الشخص ما تلقات معاه يعني حتى شي وثيقه، يعني ما مجهول الهويه لحدود الساعه متابعينا الكرام، يعني حتى نشوفوا شي اسره يعني تنتظر يعني رجال الشرطه، يعني شي اسره يعني ديكلاري بشي شخص مختفي عادي يبان يعني العائله ديالو. فان لله وانا اليه راجعون. الشخص تلقى في هذه البلاصه، المكان هو تجزئه الوقايه، والبلاصه هي هذه متابعينا الكرام، بلاصه عباره عن مكان خلاء متابعينا الكرام، وحتى الديور يعني بعادين عليهم واحد 400 متر ولا اكثر كما كتشوفوا يعني الديور. وطبعا هو جا على الحجره يعني ما طاش تشوفوا، هادشي اللي خلى ان الجثه تبقى هنا مده طويله، يعني حتى خرجت الريحه وحتى تحلت، وحتى كان دايز واحد الشخص يعني شم الريحه، وسبحان الله يعني هو متكي تحت الحجره هنا في هذه الجهه، وهنا يعني هاد العزف مغطي عليه كذلك يعني من الجهه ديالي، يعني هادشي علاش ما بانش، يعني حتى خرجت الريحه والسيد يعني كان دايز. نحاولوا اننا نوصلوا لهذا الشخص يعني لان لقيناه في العمل، يقولنا يعني كيفاش حتى لقى الجثه متابعينا الكرام. اذا هذه هي تفاصيل هذه الجريمه متابعين، ماشي جريمه عفوا، يعني تفاصيل هذا العثور على جثه، واش جريمه ولا وفاه عاديه. فلحدود الساعه لا توجد معطيات متابعينا الكرام، فلا حول ولا قوه الا بالله، وانا لله وانا اليه راجعون، ورحم الله الفاقد والعزاء ديالنا العائله ديالو متابعينا الكرام، لان صعيب انك يجيك خبر ديال شي واحد يعني تلقى ميت يعني في واحد المكان اللي هو خلاء، وهو الحدود الساعه يعني مجهول الهويه، وكذلك يعني حتى اسباب الوفاه فهي مجهوله متابعينا الكرام. ف ما يسعنا الا نقول لكم متابعينا الكرام، يعني في هذه الاثناء احنا يعني متواجدين يعني في المكان ديال الجثه يعني اللي وقعها يعني قبل لحظات يعني تلقات هنا، فما يسعنا الا نقول لكم إنا لله وإنا إليه راجعون. وما يسعنا كذلك أن نقول لكم دمتم في أمان الله، ونتلاقاو يعني في بث مباشر. وصراحة يعني كما كنا كنصرحوا فهاد المكان هذا متابعينا الكرام، ولا هاد المدينة هذه اللي هي مدينة تطوان، فتلقات يعني جثة متفحمة ديال شخص حي سيدي باهروري، اليوم كتلقى يعني جثة متحللة ديال شخص أربعيني كذلك يعني مجهول الهوية. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ودمتم في رعاية الله، وحفظ إن شاء الله، نتلاقاو في بث مباشر.